يا ابني اللي انت بتشربه ده تبع المقاطعة، انت ما عندكش دم يا اخي. ايه ده، هو ماكسي ده تبع المقاطعة؟ والله قالوا لي في السوبر ماركت ان هو مصري. ماكسي ايه، ما انت بتشرب ستينج اهو، يعني انت بتشرب من دم اخواتك. مالك يا احمد، انت فيك حاجة ولا ايه؟ سلامة نظرك. بقول لكم ايه، انتوا ما سمعتوش اخبار اليومين دول عن اخواتنا؟ كويس فيكوا حد مهتم. ده بص اكرم يا فوكس بيشرب ايه، بيشرب ستينج. ايه ده، انا اعرف الستينج لونه احمر، هو نزل منه لون جديد ولا ايه؟ طب كويس، ده انا كنت هطلع من هنا واروح عند الدكتور اكشف على نفسي، افتكرت فيها حاجة. في ايه يا جدعان، انتوا قصدكم كده ان انا في حاجة؟ في ايه يا اكرم، وعمال الاسطورة انا ملاحظ ان هو في حاجة غريبة. استنى انا هحكي لك، من بدري مش مقتنع ان المشروب اللي في ايدي ده مصري ومش تبع المقاطعه وشايفه ستينج. ايه ده، هو انت قصدك ان هو ما بقاش يشوف؟ لا ده بقى بيشوف بالعكس. طب بقول لك يا فوكس، جرب كده تمسك كوبايه المايه اللي هناك دي وتوريها له وانت هتفهم كل حاجه. ماشي. بقول لك ايه، خد اشرب اسطوره. وانت يا فوكس شايفني في فرع علشان تجيب لي شربات؟ اهو شفت يا فوكس، من بدري على الحال ده، اعمل ايه بقى انا معاك؟ استنى اكرم، انا جات لي فكره. بقول لك ايه يا ابو الاساطير، ما تشرب كده شويه شربات من اللي في ايدك دول، نشوفهم لو ناقصين سكر. سكر ايه يا عم، دي ميه. كده اللي حصل ده بقى اكرم يبين لنا ايه، ان المشكله عنده في عينه مش في اي حاجه تاني. انا كده فهمت. طب ما تيجي نطلع منه باي مصلحه يا فوكس، انا معايا تليفون بزراير. انت قصدك ان احنا نبيعه له على اساس ان هو تليفون عالي بثلاث كاميرات؟ بالظبط كده، بس جرب انت تقول. استنى شويه، بقول لك يا اسطوره، ايه رايك تشتري التليفون ده؟ لا والله يا فوكس ده غالي عليا جو، والسيوله بتاعته مش معايا دلوقتي. طب انت من وجهه نظرك يعني التليفون ده يجيب كام؟ انا اسمع التليفون اللي هو بثلاث كاميرات ده ما يجيش عن ال 40000 جنيه. يا عم انا مش هقصر معاك، هات نص تمن بس، 20000 جنيه وخده. والله انا مش عارف معايا كام، بس شوف دول يمكن يكملوا 20000 كده.